في إطار الدورة 24 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، حفل للفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي. خلال هذا الحفل قدمت العروسي باقة من أجمل أغانيها، كما أعادت إحياء باقة من ريبرتوار الموسيقى العربية والموسيقى المغربية الكلاسيكية. الجماهير الفاسية تجاوبت بشكل كبير مع أداء فاطمة الزهراء العروسي في هذه التظاهرة الثقافية ذات الصيت الوطني والدولي التي تسير وفق وتيرة متميزة منذ 24 عاماً. ويقترح هذا الموعد الموسيقي الوازن الذي يبتعد عن كونه تظاهرة فئوية برمجة خاصة مرصودة لمجموع الساكنة والتي تتمحور حول تعبيرات فنية تكاد تلبي كافة الأذواق والرغبات. فعاليات الدورة 24 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة تتواصل إلى غاية 30 يونيو الجاري تحت شعار معارف الأسلاف.